من صنعاء أحمد الصوفي المستشار الإعلامي للرئيس اليمني. مرحبا بكم معنا سيد الصوفي. كما ذكر مراسلنا منذ قليل ثمة هدوء حذر ربما قد يكون سابقا لعاصفة ما. بداية دعني أسألك عن ردكم على كلام الأحمر الذي قاله للعربية اليوم. لا يمكن لعاقل يمتلك هذا القدر من النفوذ وهذا التراث الذي خلفه والده والأثر الكبير الذي يفترض أنه يتمتع به أن يقول أو يصدر عنه مثل هذا الكلام. فهو أولا يسيء لحاشد، وثانيا يسيء لمركزه الذي بات هو أصغر من أن يكون شيخ مشايخ حاشد، لأن حاشد لا تقول مثل هذا الكلام. هذا كلام مردود عليه وكلام يدل على حالة من الهياج والانفلات، وأيضا يعني يبدو أنه يواجه وضع هو فيه هش جدا. لكن أستاذ صوفي عذرا، ولكن قوات صالح هي التي هاجمت منزل الأحمر، ألا يعد هذا استفزازا كافيا؟ منزل الأحمر ليس مقرا محرما على أن يكون خارج نطاق الدولة. صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية ولا يمكن تقسم إلى منطقتين، ولا يمكن لسلاح خارج الشرعية أن يبقى حتى لو كان بأيدي أولاد الأحمر. الأمر المهم أن هؤلاء الذين جعلوا من منطقة الحصبة حيث تدور الآن الأحداث جعلوها عبارة عن فناء إضافي لقصورهم. نحن نقول لهم بوضوح أن الدولة اليمنية عليها واجبات تجاه المواطنين الذين قتلوا على أيديهم، وأيضا عليها واجبات تجاههم هم أنفسهم. عليهم أن يساعدوا هؤلاء الوسطاء من المشايخ ويخلوا جميع المنشآت ويوقفوا جميع إطلاق النار حتى يبت في الغد وعن طريق القانون بما يتعلق بمصيرهم ومسؤوليتهم عن الأرواح التي زهقت والدماء التي سفكت. الدولة طيب. لم تدخل بعد في مواجهة مع أولاد الأحمر، لم تدخل إلا كتائب صغيرة من النجدة. الدولة لحد الآن لم تظهر العين الحمراء لهم. طيب شكرا جزيلا لك إذن حتى الآن من صنعاء أحمد الصوفي المستشار الإعلامي.